يعني الآن يعني ازداد سقف الدولار إلى 1900 ريال، يعني الريال مقابل الدولار، يعني رغم هذه الإجراءات والخطوات التي يعني استبشرنا خيرا بها، ما الذي يحدث بالضبط؟ اولا مهم ان من المهم ان نفهم ان انخفاض اسعار الصرف ليس له علاقه بالقرارات الاخيره، القرارات الاخيره ذكرناها سابقا انها لن تؤثر على الاقتصاد الوطني ولن يستفيد منها المواطن بشكل اساسي. كل ما في الامر ان هناك ازعاج للشركة الهوثيه ومحاوله لسحب بساط إدارة السياسة النقدية من تحت أرجل. لكن على الجانب الآخر لا يزال الاقتصاد اليمني يعاني من العديد من المشاكل، وهذه المشاكل تؤثر بشكل طبيعي على سعر الصرف، وبالتالي انخفاض سعر الصرف هو انخفاض طبيعي نتيجة تدهور الاقتصاد طوال السنوات الماضية. فالانهيار كان سيحصل سواء تمت هذه الإجراءات أو لم تتم، طيب بالتالي الإجراءات عبد الواحد، يعني التفاؤل بالخير أنه في إجراءات جريئة وأتت ثمارها ولو بشكل نسبي يعني، لكن كان من المؤمل أن تكون هناك أعمال بشكل متوازي، يعني افترضنا بأن هناك إعادة لحركة الاقتصاد في المناطق المحررة والنفط وغيرها. أنت تقول الآن هذه تراكمات للفترات الأولى، هل سنظل نعالج التراكمات هذه ولا يعمل البنك المركزي أو لا يعمل القطاع الاقتصادي بكامل قوامه في المناطق المحررة على الأقل؟ من المهم أن نعرف أن إجراءات البنك المركزي بحد ذاتها لا تكفي لإصلاح الاقتصاد، يجب أن تعمل كل مؤسسات الدولة بما فيها وزارة المالية والحكومة بشكل كامل للعمل على إصلاح الاقتصاد، بداية من تدعيم الإيرادات وضخ كل الإيرادات إلى البنك المركزي، ضخ المساعدات الإنسانية إلى البنك المركزي، وتقليل النفقات عبر مثلا تشغيل مصافي عدن لتجنب إنفاق ما يزيد عن 3.4 مليار دولار بحسب تقرير البنك المركزي 2023 التي ننفقها في شراء المشتقات النفطية. مثل هذه الإجراءات يجب أن تتم من قبل الحكومة بشكل عام، البنك المركزي لوحده لن يتمكن من إصلاح طيب يا عبد الواحد، يعني الحكومة، أنت تتحدث عن الحكومة الشرعية يعني بلا شك، يعني وهي مسيطرة على يعني جزء من جغرافية البلد، هل أيضا يكفي هذه الإيرادات إن افترضنا جدلا قامت بالضبط ما يمكن ضبطه طبعا وإعادة تشغيل مثلا النفط وغيرها من الأشياء، هل يكفي بالنسبة لجزئية المناطق المحررة وينعكس ذلك على المواطنين؟ نعم بمجرد تشغيل مصافي وتغطية الاستهلاك المحلي من الشقات النفطية ستتمكن من توفير مليار دولارات التي تنفق أو تغادر البلد لشراء المشتقات النفطية، هذا من جانب. كذلك بالإمكان توفير وقود لمحطات الكهرباء لتوفير الكهرباء وإعادة تشغيل العجلات التنمية والاقتصادية، بدون كهرباء لا يمكن تحقق أي تنمية اقتصادية، وبالتالي هذه الإجراءات بالإضافة طبعا إلى تقنين النفقات، النفقات التي تنفقها الحكومة الشرعية في الخارج والمسؤولين الموجودين في الخارج، أبناء المسؤولين الذي يحصلون على منح غير قانونية، السفارات في الخارج والطواقم الدبلوماسية في السفارات ليس في دول ليس لنا بينهم ليس بيننا وبينهم أي علاقات، ولا يوجد مقربين ولا يوجد أي علاقات تجارية أو اقتصادية وحتى سياحية أو طبية. نعم. بالتالي هناك العديد من الإجراءات يجب أن تتخذها الحكومة بمعية البنك المركزي للخروج من الأزمة.